صمدت السويداء وانتصرت السويداء بدماء أبنائها وكسرت حتى المؤامرة الأمريكية الداعشية عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في محكم كتابه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. هذا المشهد الكبير الذي نحتفل فيه بعرس أهلنا وأبنائنا الشهداء الذين ضحوا في أرواحهم ودمائهم في سبيل الدفاع عن الأرض والعرض والوطن، نقول للجميع: هذه هي السويداء، هؤلاء هم أبناء معروف الذين علموا الاستعمار الفرنسي والاحتلال العثماني وكل الذين يتمردون على ساح الوطن وعلى كرامة الوطن، علموهم الدروس التاريخية كيف يقف الأبطال سدا منيعا في وجه هؤلاء الطغاة، في وجه هؤلاء الجبناء الذين أتوا على حين غرة، على غفلة، في ساعة متأخرة من الليل، وانقضوا على أبنائنا وعلى نسائنا وعلى أطفالنا وعلى شيوخنا انقضاض الجبناء. هؤلاء نقول لهم ونقول لداعش ونقول لكل من تسول له نفسه أن يعي تاريخنا ويعي مواقفنا ويعرف أننا قوم أبت أخلاقنا، لن نبتدي بالأذى من ليس يؤذينا، بيض صنائعنا، سود وقائعنا، خضر مرابعنا، حمر مواضينا. هذا نحن، والموقف هنا شاهد ودليل، والتاريخ شاهد ودليل، وليست الأولى التي نقدم فيها ضحايا للوطن. نحن دائما فداء للوطن، ورجالنا فداء للوطن، ولكن القصص والحكاية التي فعلها المجرمون الغادرون الذين يدعون الدين، هؤلاء أدعياء الدين، الإسلام منهم براء، والعروبة منهم براء، والشرف والكرامة منهم براء. هؤلاء خفافيش الظلام، هؤلاء الذين يتصيدون بالماء العكر ويعتدون على حرمات النساء ورجال الدين. هل الإسلام جاء ليقتل رجال الدين ويسبي الحريم؟ هل الإسلام لم يأتي إلا للحياة الصالحة ولنشر السلام في الكون؟ هذا هو الإسلام أيها المخربون، أيها الإرهابيون. الإسلام ليس كما تدعون، الإسلام هنا والتوحيد هنا والوطن هنا والرجال هنا والشرف والكرامة هنا. رحم الله الشهداء.